نتعلم حاجة جديدة ونشوف طريقة جديدة لأكلة جديدة مع ضيفتنا مدام دعاء سمير. اتفضلي يا مدام دعاء. مدام دعاء من الناس اللي بعتولي على الجروب والبيج على الفيس وعايزة تنورنا عشان تعمل لنا أكل. ازيك؟ تمام. عاملة ايه منورة الدنيا؟ الله يخليك. قولي لي بقى النهاردة سريعا كده هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض وصفتين حلويات مختلفين شوية. هنعمل صابع التشيروز، دي نوع حلويات اسباني. اسمها توضحي بس عشان الناس تشيروز. تشيروز عارفة معناها ايه؟ لا مش عارفة. هي صوابع تشيروز. طيب انا اعتبرها انها نقول عليها صوابع حلوة قوي بالقرفة والسكر. ممكن هي فينجرز بالليدي بالسكر والقرفة. تمام. وايه تاني؟ وهنعمل مع بعض مثلثات السميد. مثلثات السميد اللي هي دي السيمولينا يعني. دي سيمولينا. طيب تمام. نبتدي. هتبحبي تبتدي ايه الاول؟ ممكن نعمل تشيروز. تشيروز الاول. طيب تمام. نبتدي على طول. الاول نقرا المقادير. يلا اتفضلي. عندنا تشيروز نشوفه الاول. عندنا اول حاجه كوبايه او كوب وتلت ميه. عندنا معلقتين زبده، معلقتين ونص سكر، نص معلقه ملح، كوب دقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وطبعا في زيت للقلي. وهنستخدم سكر بودره وقرفه ونوتيلا ومكسرات او صوص الشوكولاته عشان ما نقولش بقى كلام، ومكسرات. نبتدي كده مع بعض. هتعملي ايه؟ يلا واحده واحده. اول حاجه هنحط الميه على النار مع الزبده والسكر. طيب عايزه الميه سخنه ولا ميه؟ ميه سخنه. طيب ميه سخنه اهي بتكتل وانا مشغل لك النار اهي. انت ماشيه بالكب. تمام. محتاجين كوبايه وتلت. مظبوط كده. كوبايه وتلت ميه. ولا يهمك ولا يهمك. تمام. هي ده نص مش كده ولا ده ايه؟ ده ربع مسكين. ده ايه كل الكب ده ايه؟ ده ربع؟ تمام. يبقى اربعه. كده كوبايه. تمام. وفي تلت. وادي كوبايه التلت. انتي متاكده ان ده التلت؟ هي مكتوب على الميجر تلت. طيب تمام. ادي هي ماشيه بالمقادير بالظبط لان الحاجات زي ما قلت لكم قبل كده كتير وده برضو هسالها فيه ان الحاجات الحلوه او الحاجات اللي بتتعمل فيها عجين لازم تبقى ماشيه بالمقدار بالملي. بالظبط. عايزين بس معلقه. معلقه ولا ساشولا؟ لا معلقه عشان هننزل عليه زبده. طيب الزبده تمام. معلقتين ونص صح؟ تمام. الزبده عندك معلقتين ونص سكر، عندك زبده معلقتين. معلقتين بالظبط. دي هيبقى نص معلقه. تمام. عجبني فيكي دقتك بصراحه. الحلويات ما فيهاش مجال المخاطره ان انا اعمل مقدار غلط. تمام. عندك زبده، انت حطيتي الزبده والميه، عايزه تحطي السكر؟ السكر. السكر عباره عن معلقتين ونص سكر. طبعا هنا مقصود بمعلقتين، هنا معلقتين كبار او معلقتين شوربه. تمام. معلقتين ونص ميه سخنه، زبده، طبعا هقولهم تاني، كوبايه وتلت ميه، معلقتين زبده، معلقتين ونص سكر، بنحط رشه ملح، وبعد كده عندك بيكنج باودر والدقيق. في بس حاجه اقلب بيها؟ ممكن المعلقه، ممكن الحلقه الخشب لو عايزه. اني شوكه مش هيفرق. عندك كده انت دقيق والبيكنج باودر هتنزلي بيه امتى؟ مع الدقيق. مع الدقيق، البيكنج باودر والدقيق مع الدقيق. تمام. هي الميه هتسخن دلوقتي. كنت عايز اسالك بقى، انت علاقتك بالمطبخ من امتى؟ من 3 سنين. بس قويه قوي. لا انا بتكلم الاول. لا من زمان قوي. 3 سنين ده من بعد الجواز. بقت العلاقه قويه قوي. ده بالجواز ولا بالمطبخ؟ بالمطبخ. يعني اصل 3 سنين دي يعني انا اتكلم ايه؟ اصل المطبخ مرتبط بالجواز، انا اتجوزت فلازم ادخل المطبخ. إيه قبل كده كان مين اللي بيطبخ عندك في البيت؟ كنت انا برضو بساعد ماما، بس جالي فتره كده اشتغلت وسافرت شويه عن المطبخ. بعدت عنه بس رجعت له طبعا يعني. تمام. ابتديت من طبعا مساعده ماما. شفتي ماما؟ كان ماما كانت بتعلمني كتير. ماما المثل الاعلى بالنسبه لك وهي اللي علمتك في المطبخ ازاي تخش المطبخ. كانت بتديك الفرصه جدا وكانت بتخليني اخرب حاجات كتيره قوي وابوظ وبتاع وكنت بتعلم. طيب جميل جدا. تفتكري اول مره دخلتي بوظتي اكله ايه في المطبخ؟ رز. كل البنات لازم. ليه بقى؟ انا كنت بعمل كل حاجه ممكن تتخيلها الا رز. رز يعجن منك. كنت اعجن واطلعه ناشف اعمل مش عارف ايه لازم يبوظ. وبيني وبينك كده دلوقتي؟ لا خلاص عرفت خلاص ايه الطريقه بقى، عرفت التكات. وماشيه بالطريقه بالويم ولا؟ لا بالويم خلاص، بقيت عارفه ان مجرد ما الميه بتغطي الرز خلاص كده شكرا. تمام. طب هسالك سؤال برضو، مش عايز ارغي كتير، بس السؤال ده دايما بيقعوا فيه، البسماتي والرز المصري ايه الفرق بينهم وانت بتطبخي؟ الميه، مقدار الميه بتاعته بس. بالنسبه لي برضه بتشتغلي، انت قلتي لي بالويم،
لو انا في الويم كده وبقول لي ست بيت في الويم انا اعمل ايه في الرز عشان البسمتي يبقى. ما بخاطرش بيه السبب لان البسمتي انواع كتير قوي بيختلف من نوع لنوع في استوى تمام في درجه الميه اللي هو محتاجها. بس النوع اللي انا بستعمله دايما محتاج اللي هو الكوبايه رز محتاجه كوبايتين ميه كوبايه عليها كوبايتين والمصري كوبايه 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 تمام. احنا ابتدت تغلي الزبده تمام. هتحطي ايه بقى دلوقتي؟ عايزه امشي كوبايه دقيق. كوبايه دقيق نزلي كوبايه بالكاب عندك الدقيق بتاعك اهو قدامك هناك اهو دي كوبايه دي كوبايه تقريبا صح؟ تقريبا طيب. انت عايزه تحطي بالكاب بحطي عايزه تحطي بالكوبايه حطي بحب اكون دقيقه قوي في القصص طيب. دي كوبايه دي ربع ولا ايه؟ دي ربع تمام. هي بتنزل شويه بره هنعتبرها من نص كوبايه ربع قصدي تمام. عايزه تاني ممكن تاخدي من التاني ممكن ناخد نستلف من الاكله التانية. اشيلها من على النار ولا لسه؟ هنزل عليها الدقيق وهقلبه هو فيها تمام. دي بتفكرني بال الحاجات اللي بتتعمل زي صوابع زينب ولا هي شبه بلح الشام بس الفرق دي ما فيهاش بيض. عارفه مشكله بلح الشام وصوابع زينب دايما عندي مشكله في الاختلاف ما بينهم. لا صوابع زينب دي غير بلح الشام شكل تاني خالص. انا عارف طبعا بس هي الفكره في المسمى بس انا دايما بقلق من الاثنين يعني. انت عايزه تحطي البيكنج باودر؟ ايوه معلقه صح؟ البيكنج باودر معلقه صغيره تمام. معلقه صغيره بيكنج باودر هنقلبه مع بعض عشان البيكنج باودر يتخلخل في كل الدقيق تمام. والدقيق ينزل على الميه السخنه هنا طب بس لازم عشان ما يعجنش بقى مش كده؟ هنطلعه بره. خلاص احنا مش عايزين النار دي تاني. لا خلاص هنشتغل على القلي بقى مش كده؟ طيب احط النار على تسخن الزيت ولا محتاجاه مش سخنه قوي؟ لا محتاجاه درجه حراره زي ما بنقلي الزلابيه مثلا. اوكي هيبقى سخن برضو. اوكي تمام. هي العجينه كده خلاص تمسكت اهي معايا. دي بتحطيها في كيس او حاجه؟ كيس حلواني. تمام تمام. احنا ممكن حتى نسيبها تتهوى شويه ونعمل الحاجه الثانيه اللي عايزها. في البول دي تبرد؟ بتبردها طبعا عشان تقدر تستخدمها في كيس الحلواني. نرجعها ورا؟ خلاص اتفضل. نفس المكونات اللي بتفرق طبعا في هي اسمها بلح الشام. بلح الشام اسباني؟ لا انا بهزر. مش بقى سد الحنك زي بيقولوا لي في الكنترول سد الحنك. لا مش سد الحنك. سد الحنك لازم يتحمر الزبده لازم نحمر الدقيق وكده طبعا. طب ابتديتي وبعد كده انت قلت لي مرحلتك بعد الجواز. مرحله الجواز خدت المطبخ بعد كده احترافيه بقى تمام. اللي هو انا عايزه اتعلم وعايزه اثقف نفسي في المجال ده مجال المطبخ ايوه وعايزه اعرف فيه كتير وكده. فبدات بقى ان انا اتعلم من على النت ومن الشيفات اللي زي حضرتك طبعا. لا انا مش انت من ثلاث سنين ده انا لسه بقى يعني بثلاث سنين يعني اشتغلتي دلوقتي بقيتي محترفه وعندك بقيت بعرف حاجات كتير وبعدين بحب الاكل المختلف تمام. طب انت دايما بتدوري على الجديد؟ بدور على الجديد. ممكن تلبسي الجوانتي عشان برضه لو انت عايزه تشكلي. طبعا هي فكره الجواز فعلا زي ما قلت لكم الجواز هو المحك الرئيسي لاي واحده ست بتخش البيت لانها مضطره انها لازم تطبخ. الاول قبل الجواز كان في ماما البيت ماشي الدنيا ماشيه مقضياها يعني لكن المسؤوليه بتبتدي بقى هي مشكله كل الستات في المطبخ مش العكس تمام العكس مشكلتنا في المطبخ مش الطبخ على فكره. امال ايه؟ المواعين. المواعين في رجاله كتير بتساعد يعني في رجاله بتساعد صح؟ طيب انا كنت هقول لك بقى محاكك الرئيسي دلوقتي انت وصلتي لمرحله انك انت بقيتي واحده بتطبخ محترفه بتعمل كل الانواع وبتدور على اكلات كمان من بره الدنيا يعني في كل حته على الانترنت. انا حتى البيج عندي بحاول دايما ان انا انزل الحاجات الجديده المختلفه. تمام. طبعا دي اكل اسباني. المثلثات دي اكله ايه بقى؟ مثلثات شامي. شامي تمام. الجوانتي ده وسع شويه على ايدك معلش ولا يهمك. هو تمام كده خلاص بردت كده تقريبا. طيب خلاص بقت عندي عجينه دلوقتي هي متماسكه تمام. الزيت سخن؟ الزيت سخن. نحطها في كيس الحلواني كده هنا ممكن الاقي لبس خلاص. طيب احنا كده هنشتغل على دي الاول وبعد كده نكمل التانية بعد بالزبط. كده طيب تمام كده تمام. هو استني لغايه ما تطلع. لسه ايوه اهي ابتدت تطلع تمام. تمام اتفضلي جي لي كنبه هنا مش عايزين دي. الزيت اهو سخن على فكره الزيت
تمام. تحب اقربها لك لغايه ما تخلصي وبعد كده نرفعها احسن عشان بس ما يبقاش بعيد عليكي عشان اصل طويله قوي. معلش ما هو عشان الديسك بعيد تتحكمي فيها اكتر هنا. هي نفس تقريبا الشكل يعني صح. بس الفكره بقى ان انا ما بحطش في شربات والكلام ده ولا بحشي كريم شانتيه ولا الكلام ده. انا بعمل ايه هنا؟ بجرنش هي اما بالنوتيلا ايوه او سوري بالشوكولاته القابله للدهن ايوه وممكن بالسكر والقرفه. حلوه الشوكولاته القابله للدهن دي، تحس ان انا عندي دكتور تحس انه مرهم يعني شوكولاتك قابله للدهن وقليل وثلاث مرات بعد الاكل صح. نجيب المصطلحات زي ما هي بالظبط. لا يعني انت بتغشي من على الانترنت يعني ده اكيد بعد الاكل ثلاث مرات هتبقى زي الفل. ده اللي اتفرج على شيفات شوكولاته قابله للدهن طيب اللي هي قصده يعني نقول عليها صوص الشوكولاته او الشوكولاته كريمه يعني كريمه الشوكولاته هي كريمه البندق بالظبط. اهو بدا يطلع معانا اهو يا سيدي. طب التعويجه والحركات دي مش مهم انت عايزاها طولي ولا مش عادي؟ عادي عادي مفيش مشاكل. نسيبه بقى على النار بقى. رجع على النار. اتفضلي سعادتك مكانك. شكرا. ونسيبه انت عايزاه النار تعلى طبعا عليه. عايز النار تعلى عشان ما يطرش. طيب تمام هو هيحمص دلوقتي ويبقى زي الفل ان شاء الله. تمام نبتدي بقى في الوصفه الثانيه. نرفع بقى ده ونبتدي نشتغل على الوصفه الثانيه.